السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال، تلقاكم يا ربي في صحة جيدة. تكاتك لالا وتكاتك سيدي. قولي لي، ما كاينش شي فيديو مي كتبدايها وكتبدايها معقولة؟ كاين الناس مع الناس. هادشي يا اختي اللي دار فيا الله، هادشي اللي دار فيا الله. المهم اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم النهار ديالي، فماشي النهار ديالي بليتو غير العشيه ان شاء الله. غادي نمشي عندي واحد التقضيه، نتقدى هاد بزربه بزربه في السوبر مارشي، وغادي ندوز باش ناخد سالات ليا، ماشي سالات ليا البوطه، البوطه باقا ما سالاتش. نورمالمون كما الفاك السيد هو اللي كيدير ليا لا ليفريزون، ولكن دابا ما شديتوش، دونك غادي نمشي غير هنا الكارفور كيبيعوا البوطات، غادي ناخد بوطه ومن تما غادي ندوز ندير واحد لي كورس. شي صحباتي في العشيه جايين غادي نيبات ومعايا دايرين واحد الصواغي بلا ولاد بلا والو بلا ع، حنا بيناتنا كل وحده اون سي اورغانيزي، كل وحده زعما هذا لا اورغانيزي داك دو سون كوتي، باش غنتلاقاو غير حنايا بيناتنا نضحكو ونلعبو ونشطحو، وعاود دير ديك زيد دير ديك. شحال هذيك كنا كنديروها في حقيقه حنايا، مره مره كنديروها، كل مره مره كنا كنديروها عند وحده. ايوا دابا قلنا بوركوا با نتلاقاو ان شاء الله وغادي نتقاسم معكم. المهم في العشيه غادي ندير لهم قلعه واحد الطاجين ديال المشاهين، قالوا لي الدجاج بالزيتون، غندير لهم دجاج غير بالزيتون في واحد الطاجين صافي، وهذا الفريت فيت في واحد السلاد. هادشي اللي مشاهين، هادشي اللي قالوا لي يا خياتي. دونك صافي راني جبدت الدجاج البلدي خليته درته في الطاجين. دونك المهم دابا غادي نمشي صافي. المهم هادشي اللي لبست انا، شوفوا هذيك راه تهرسات لي، خصني يلاه ناخذ وحده اخرى. المهم انا غادي نلبي نوريكم اللبسه اللي لبست، وانا سرحت الشعير باش نبان لكم انتيكا يا انتيكا، باش قولي يا صافي اختي ناقصه غرسي. يلا المهم انا غادي نوريكم اللبسه وغادي نخرج وغنديكم معايا راهم ديال الدال، عرفتي زوينين في اللبسه. دابا انا كنوريكم هكا باش نعطي حتى البنات نعطيهم افكار، نعطيكم افكار البنات اللي بغات تنسيق الالوان وهذاك الشيء. مش انا كنقول لكم انا بارعه في تنسيق الالوان وهذاك الشيء، ولكن هذاك الشيء اللي كنعرف ليه راه كنديرو. المهم هادو هاد لي بول زوينين، عجبوني بزاف. زعما درت معاهم دي باموس، وهنايا درت هاد السويه في المطارد، وهاد كيكو هكذا تاع هو خشيتو هنايا ضروري من الريحه. ريحة يا خياتي لا تفلت اوبليجي. عرفتي ملي كتشمي ريحة الريحة كديري واحد الريحة زوينة. فوالا ما نقوليكمش. وغادي ندير معاهم هاد الدودون، بيجي ميما دودون، ميمي ما دودون، جيمي ما دودون. صافي هنا زعما باش تكون شوية اسورتي مع لا كولوغ مع لا كولوغ. فوالا عزيزاتي يلا المهم غادي نمشي، وانا فيما كندير لكم فيديو كندير لكم بحال هكا جالسه. ايوا اخي حتى هادشي اللي كاين انت عطى الله. يلا المهم معلنا يلا هو معايا. ايوا صافي دابا هما دوما البوطات، غادي نمشي ندخل نخلص لداخل وتجي معايا السيده باش تعطيهم ليا. صافي لقد بدلتها وسوف اذهب الان الى السوبر ماركت ديريكسيون لاكوت. انا عندك طير شعرك طاير في السماء. انا 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 سوف سي با لا ديريكسيون لاكوت. كي وي ديريكسيون لاكوت لي كورس. يلا حبيباتي هنايا صافي دخلت هنايا، بانوا لي على الدخله صافي. هنايا بداو كيديروا يحطوا في هذاك الشيء ديال الربيع، وانا خاصني هذاك ديال هذا التيغو باش نديرو في هذيك لا بلونط. ايوا صافي صدقت خديتو هزيتو منين وربي قلت يلا ربي غادي يحن عليها باش نديرها في لو بو ديالها. ومنين وانا كنقول اليوم غدا اليوم غدا يلا حن الله صافي، وخديت المهم غدا
نبدلهم في البول اخر. وخديت هذه في حقيقه عمرني ما جربته. يلاه اول مره غادي ناخذه فانيش. قال لك غير كديريه فوق اون موس كدار فوق الزربيه وكتخليها، ومن بعد شي تخليها شي ساعتين، ومن بعد اسبيري لو تابي. المهم انا باقا عمرني ما جربتها، غادي نجربها نديرها قدامكم وغادي نشوفوا النتيجه انصوم. ماشي في هذا الفيديو، من الفيديو ان شاء الله المقبل. راك عرفتوا ملي كيدخل الشتاء والبرد وهداك الشيء، صافي الزرابي راه ما كتبقاي كاع تقدري تصبنيهم، ولا سيرتو ملي كيكونوا الالوان فاتحه كيكون عندك مشكل في الغسيل. دونك قلت انايا اون اتوندون ان شاء الله يسخن الحال، دونك غير نديباني بهادي بلا ما بانت شميشه وندخر الكارشير وحكيه ما تحك. وبغيت نوريكم نيت هذاك بالنسبه للناس اللي كيخلطوا الحوايج. انا في الحقيقه الحوايج ما كنخلطهمش في لا ماشين، كل لون كنديرو بوحدو، البياض الكحل الالوان. بالنسبه للناس اللي كت هذا بلانشيسور، هذا كيبيض الحوايج اللي كيكونوا شويه غري بايدين، كيميلي للغري كيبيضهم. وهذيك هذوك الاولين راه سيدي لانجيت، كديري الحوايج وكديري لانجيت، وهذيك كتجمع لك جميع الالوان ملي كيطلقوا في بعضياتهم. وهكذا الحوايج ما كيطلقوش لكم في بعضياتكم. هي حقيقه واخا انا راه كنفضل كل لون كل حاجه بوحدها، الكحل والبيض كما قلت لكم. صافي هنايا دزت الغيون ديال الاعاصير، هذا هو العصير ديالي المفضل. هي في الحقيقه ملي كتشربي هذا الجيديرونج ديالهم بحال كتشربي شويه طبيعي، وعا شويه ماشي بزاف. انايا ما كاينش احسن من الجي دوغورج ديال مراكش، مي هذا كيجيني قريب ليه شويه. المهم هاد لا مارك راها معروفه، معروفه عندنا هنايا في فرنسا بزاف، كيكون الجي دوغورج ديالها زوين. صافي هنايا درت البلاصه فين كاينين لي فروي اي لي ليغوم. هنايا خديت هاد التفاح، هنا غادي يبان لكم واحد التفاح عرفتي اللون ديالو احمر، تشوفيه في شوفه بحال هكذا كيشهيك، ولكن ما كاين بنه ما كاين مذاق، ونكذب عليكم. واخا كيبان لك هذاك الشيء كيشهي، مي ما كاينش زعما البنه. انا كيعجبني هادو كيكونوا اسيدولي شي شويه، كيكونوا محمضين. دونك خديت شويه من هاد المحمضين وخديت شويه من هاد الحمرين، واخا غير لا كولور اللي عجبتني صافي، على كولور اللي جذبتني، اما راه ما كاينش شي بنه. وهنايا كنضر لقيت هاد الليمون، هاد الكليمونتين يا لالا جاي من المغرب، عرفتي في هذيك ليتيكات اللي كتكون مكتوبه في الجناب مكتوبه فيها ماروك، والله الا شفتو عرفتي طرت عليه سبحان الله العظيم، كاع المواد اللي كتكون مغربيه عرفتي كنشوفها قلبي كيرفرف عليا. هي هادي هادو ما شفتو ماروك مسرحه قداش في فرنسا. كيجيب لي الله بحال راه المغرب هنا حدايا، فهمتوا؟ صافي هنايا المهم، المهم خديت هذاك شويه الكليمونتين، ولكن ملي جبتو للدار في حقيقه كاين لقيت فيهم شي وحدين اللي ناشفين ما ملبينش. وهذا الحار عرفتي هذا الحار كي يقتل، هو داير شويه شي 14 اورو للكيلو، ولكن عرفتي فين تبان السودانيه وفين هذا الحار ديال لي زونتي ديال لي زونتي، من كيكونوا جايين من ليزيل عرفتي، وكيشوط كاع المحبات والمحبين ديال الحار عليكم بهذا بهذا. لسانك تاكليه لسانك يطيرو من لسانك يطير من بلاصتو. صافي هنايا كاين بلاصه هنايا، شوفوا هنايا دايرين البصيلات في المنظر، والله الا المنظر زوين. دايرين هذوك لي زيشالوت، دايرين هذاك غير كتجي وتتهزي. هادو شوفوا شنو النايدر هذا، ما طيبي بها ما والو، هذه تبقاي عاد شوفي فيها تعلقي وتبقاي تشوفي فيها. المناظر المناظر. وهاد لي زيشالوت هما زوينين كيجيو في لاصوص، وهذا كيجيو غزالين. المهم هنايا كملت هادشي ديالي هاد التقضيه صافي. وهنايا كيما قلت لكم كملت ودزت هنايا البلاصه ديال الحوت، شهيت الحوت غير واحد هذا لا دوغاد غريز في الفران. مي ساعه بالحق ما درتهاش هذيك النهار باسكو كانوا دريات مشهين غير طاجين الدجاج البلدي بالزيتون وهذا كما قلت لكم. صافي وصدقت خديت هنايا لا دوغاد. كتشوفوا هادشي دابا كتشوفوا زوين في المنظر تو، ولكن ما كذب عليكمش ما كاينش البنه. قولي لا لا انت عندك شي قضيه مع البنه صافا با. لا سومون فيه البنه، هذا السومون فيه، لا دوغات غريز فيه، هذوك المير ما فيهاش البنه، ماشي بحال الميرنا اللي كناكلو حنايا في المغرب ولا هذا. المهم خديت هنايا لا دوغات غريز وشفت هذاك الحوت الاخر.
قلت لكم خديت هذا وصدقت خديت عاوتاني شويه لي كروفيت هما باش نديرهم مع السلطه، مي ديجا ديكورتيكي، ديجا ماشي ما خديتهمش من هنايا، ديجا ديكورتيكي. ايوا صافي، المهم عبر ليا هذاك الشيء وصافي جمعت صافي كملت، قلت لكم جمعت هذاك الشيء، دار ليا عندي هاد لا دوغاد كريز صافي. وفي الاخر صافي مشيت خرجت وجيت للدار، ومهم جمعت لي كورس وهذا، راك عرفتوا مني كتجي انا بعدا في واحد القاعده، ملي كنكون نرجع من لي كورس ضروري خاصني نمسح الثلاجه قبل ما نخرج، ضروري كنغسلها ونمسحها باش مني غير نرجع ونرجع نستف لي كورس في الثلاجه. ايوا صافي، انه الشتاء وتمطر، انا خبيت شعري على الشتاء حيت نصاوبو البغوشينغ ونحرقوه في الشتاء سي با بوسيبل. صافي هنايا، المهم ساليت التستاف ديال الخضره، ديال الخضره، ديال الفواكه، ديال المهم كل حاجه شدات البلاصه ديالها، كل حاجه رجعتها لبلاصتها. وهنايا صافي جاوا البنات وبديت كنرد كنقول لكم السلام، قولي راه قلتي لينا ديجا السلام اخيتي واغي طيبي وسكتي. قلت لكم هنايا كم المهم هذا ديجا الطاجين راه كنت ديجا مقاسمه معكم مع الاخت ديالي ومقاسمه معكم انا ديجا في القناه، دونك ما قلت ما كاينلاش غدا نعاودو معكم، دونك الوصف هذا القناه راه ديجا زعما كاين على القناه. المهم انا صافي هذه راه غير الطوماطه نحك فيها كما كنقول راه كندير انايا ديما، فحقيقه ماكش كندير انايا، الاخت ديالي ساكنه اللي كانت هي اللي كتدير البصله كتقليها مع الثومه والملحه والزيت العود عاد كدير لي هذا. ومني جربتها في الحقيقه جاتني من الاحس جاتني طريقه زعما زوينه بصح، هي عاد الدجاج وهذا كيشرب هذيك الاقامه ديالو. صافي هنايا شوف هذا كنقول لكم هذا الزيت العود راه جاي من فاس، هيا خياتي جاي تشاد طريق من فاس، جاب صاحبتي عطاتو ليا كيجيبو ليها باباها، كيجي زعما كيجيبو ليها باباها وكيجيبو بزاف، ومسكينه فما كيجي يعطيها كتذوقني عرفتي المذاق ديالو فن واعر واعر. صافي وهنايا المهم هنايا صافي رويت درت لي قامه، راك عرفتو الملح البزار سكينجبير الخرقوم البلدي شويه السمن وشويه الزعفران الحر وقليتهم مزيان. انا كنخلي حتى الدجاج حتى كي يتحمر ليا شويه، كيتحمر غير في الطاجين صافي، وكننتكو باش كتدخل ليه الاقامه مزيان، وكنروي صافي. والزيتون هنايا غادي نعاود نقلبو شي شويه صافي، وغادي نخليه حتى كيطيب حتى كيعقد كيقعد يقعد يقعد. انا في الحقيقه المريقه بحال هكذا كنبغيها تكون مقطره مزيان، لا في الطاجين ولا حتى في الحقيقه الكوكوط ما كنطيبش فيها المرقه، انا غير الطاجين مره مره ملي كنتشهاو الطاجين بحال هكذا كندير في الطاجين، اما في الحقيقه لا كوكوط ما تتعجبنيش في الطياب. صافي هنايا سديت عليه ودزت هنا لواحد الحصه ديال النشاط ضروري ضروري. ومن بعد هذيك شويه الهبال ضروري الهبال شي شويه سينو ما سي با لا بيبولوزا، الا ما كانش الهبال ما كاينش لا فيديو والله العظيم. صافي هنايا غادي ندوز للسلطه، هنايا قطعت التفاح عندي سوريمي الكروفيت وغندير فيها شويه الطوماط سوريز، وهنايا جميع الانواع ديال السلطه كاين الغوكيت كاين المهم هذا لي زيبينار حتى هما المهم مخلط. درت ماكينيه شويه زيت العود الحامض شويه الملحه شويه البزار وكنسقيهم بهم بحال هكذا حتى كنخلط لا سلطه
بحال هكذا. عاد كندوز نخلط هذا الكروفيت والسيغومي حتى هويا، وكندير حتى هي لا طوماط سوريس حتى هي، كندير فيها شويه الفينيغريت تاع الدار اللي كنصاوب صافي، وكنخلط كلشي. عرفتي كتجي غدا تجيكم غريبه المالح والحلو، والله الا كتجي واعره، ولحت فوق منها الزبيب كتجي رائعه. شكا سلام على رسول الله الله جينا جسد دم حمد الله ما صافي. هذا هو عشاتنا، فوالا فوالا لي فخيت، هذه سلطة العجيبه، الطاجين المغربي بصح انا هذيك واحد الدريه تما ما غنشدهاش. يلا نرجعوا لكم من بعد العشاء. شوفوا راني نسيت كوكا، ما جبتش كوكا، المهم ايستيرا قاعده هما كيشربوا على الماء صحابات الماء. طوندونس جولي باسكيت ما كوبين اشير جولي طوندونس كوبين باسكيت واه ابارلي غوتشي كتقلب اختي على الباسكيت، قولوا لي الباسكيت انا جيم بيان ما المهم هذا خاطي الديسير ديالنا غادي هذاك لي بانتي هذوك غاليت تاكلو غاليت دابا شوفوا اتاي يلا كبي لينا الفاسيه اتاي كبي اتاي ما نشربوش شاي اتاي يا الفاسيه اتاي الكازاويه اتاي الشلحويه الفاسيه اتاي كازاويه اتاي الشلحويه اتاي الصحراويه اتاي ويه 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 كيديروها في العراس. انا راك عرفتي الكبه ديالي حقت تاكسي فاسيه نسيت كيبغيو الكبه هي هذيك، انا كنكبه شويه دابا صافي. هذا هو الديسير و اتاي وكل شيء مخلط و عمر يلا المهم هذا هي الجلسه ديالنا، غادي نجلسوا عليها ونقرقبوا عليها الناب. يا لاله يا سيدي انا ندور لكم كاميرا باش نقول لكم بسلامه. يلا صافي يلا تسنى وبقى معايا ما تمشيوش. شوف بالرادي كي جاكم بالرادي وصينيتي زوينين. تقولي تصور يقولي واحد جوج ثلاثة قلت له واحد جوج ثلاثة با مشى لسبات وشرا لي قميجة انا اختي خديجة. يا المهم صافي هنايا سالات خذي خذي مرحبا بك اختي خذي خذي مرحبا بك قولي ربي يخليك خذي 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 يلا المهم هنايا غتكون سالت لي الفيديو ديالي شو الفاسية تاع وجهي ليا قالت لي ميرسي 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 شنشن لا تكون سالت لا فيديو سينور مره انا اللي معمره سالت لا فيديو ديالي خليتكم بخير وعلى خير. المهم هذا الفيديو راه غير فيه شويه المهم الضحك وهذا ماشي شي حاجه، المهم غير تقاسمته معكم خليتكم بخير وعلى خير. نقول لكم ان شاء الله لا نوفل فيديو حنان ما عرفتش مشات صح شي ما عرفتش مشات السكينه. نقول لكم لا نوفل فيديو يلاه غرو غرو بيزوات او سلامو عليكم.